شكراً على إعطائي هذه الفرصة لأتقدم بإحاطة أمام المجلس بشأن التطورات الأخيرة في اليمن وجهودي للتوصل إلى اتفاق بشأن المضي قدماً بين الحكومة اليمنية وأنصار الله. بالرغم من انتهاء صلاحية الهدنة، لا يزال الشعب اليمني يلمس المنافع التي تأتت من فترة الهدوء النسبي منذ بداية النزاع. وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الأطفال والنزاع المسلح، ساهمت هذه الهدنة بتراجع بنسبة 40% في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال مثل القتل والتشويه والتجنيد في التشكيلات المسلحة. هذا إنجاز هائل، ولكننا بحاجة إلى مزيد من التقدم. في الأسبوع الماضي وقع هجوم بقذيفة هاون وأصاب 5 أطفال في مديرية الحيس جنوب الحديدة. انضموا إلى بعثة دعم اتفاق الحديدة، وأندد بأي انتهاك لاتفاق الحديدة، وأدعو الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع الانتهاكات ضد الأطفال. هناك منافع أخرى. هذا الشهر رحبنا بأول رحلة طيران تجارية منذ 7 سنوات بين صنعاء والسعودية، وهي نقلت الحجاج، والوقود كذلك لا يزال يتدفق بشكل مستمر من خلال موانئ الحديدة. وما هو أهم، فترة الهدوء النسبي قد فتحت بابا للمناقشات الجدية بين الأطراف اليمنية بشأن إنهاء الحرب. المناقشات جارية، ولكن إذا ما أردنا أن ننهي هذه الحرب لابد من الوصول إلى إنجاز. وأنا شاكر للجهود المستمرة من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية، خاصة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، دعما لهذه المناقشات. شهدنا كذلك الأطراف تشارك بشكل بناء في تدابير أخرى لبناء الثقة. عقد مكتبي مؤخراً اجتماعاً للأطراف في عمان لمناقشة إطلاق سراح المحتجزين، وذلك بعد عملية الإطلاق واسعة النطاق للمحتجزين في مارس بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأنا شاكر لحكومة الأردن على استضافة هذه الاجتماعات في عمان وعلى دعمها المستمر لعمل مكتبي. لمدة أكثر من عام شهدنا بعض الخطوات الإيجابية التي ساعدت على التهدئة وعلى تحسين حياة اليمنيين، ولكن سيدتي الرئيسة، الوضع على الأرض لا يزال هشاً ومحفوفاً بالتحديات. من الجانب العسكري، زاد القتال بشكل أو تراجع القتال بالأحرى بشكل كبير منذ بداية الهدنة، ولكننا شهدنا اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة، وأشعر بقلق إزاء تحركات القوات بما في ذلك في مأرب، وكذلك تحرك المقاتلين في إب. هذا العنف مع التهديدات العامة تعيدنا إلى القتال واسع النطاق وتزيد من التوتر والعنف. أدعو الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية المستفزة والخطابات المستفزة التي تزيد من شبح التصعيد. إضافة إلى ذلك، هناك مشكلة كبيرة في الوضع الاقتصادي. التنافس للسيطرة على الموانئ التي تدري الدخل والطرق التجارية والقطاع المصرفي والموارد الطبيعية، كلها قد أثرت طبعا على الوضع السياسي والعسكري. إن قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في عدن قد تراجعت بنسبة 25% في خلال السنة الأخيرة، وكما دائما المواطنون هم الذين يدفعون ثمن باهظا. حرية الحركة كذلك لا تزال تحديا كبيرا. إغلاق الطرق نتيجة للنزاع يجبر الآلاف من اليمنيين على سلك طرق غير آمنة، وزادت تكلفة نقل السلع بنسبة 100%. الذخائر غير المنفجرة والأغام الأرضية وظروف الطقس القاسية المتعلقة أو الناجمة عن التغير المناخي كلها تزيد من القيود المفروض على حرية الحركة. إضافة إلى ذلك، بالرغم من الجهود الإيجابية، نحن بحاجة إلى زيادة رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء. بالنسبة للنساء والفتيات، أصبحت القيود المفروض على حرية الحركة أكثر بروزاً على
مع مرور الوقت. لابد للنساء والفتيات الآن أن يسافرن برفقة محرم، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله. هذا المطلب يفرض على النساء والفتيات من قبل المجموعات المسلحة عند نقاط التفتيش، وهذه القيود تمنع الفتيات والنساء من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، من المشاركة في الفرص الاقتصادية، ومن المشاركة في السياسة وجهود صنع السلام. سيادتي الرئيس، لا يمكن أن نحتمل عدم اغتنام فرصة السلام والهدوء. لابد من تحقيق السلام المستدام والعادل. هذا يعني إنهاء النزاع بما يعد بحوكمة وطنية ومحلية تخضع للمساءلة، يضمن العدالة الاقتصادية والبيئية، يقدم ضمانات للمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين بغض النظر عن الجنس والعقيدة والخلفية، حتى وإن كان المنطقة معروف بالتحديات هناك بارقة أمل. ولكننا بحاجة إلى التركيز على ثلاثة عناصر. أولا، لابد من وقف الاستجدادات العسكرية بشكل فوري والإعداد لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وقف إطلاق النار مستدام. لقد عقد مكتبي مناقشات بناءة مع حكومة اليمن والمندوبون عن حكومة اليمن في لجنة التنسيق العسكري بشأن حماية المدنيين بما في ذلك أمن النساء، والخطط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وتلا ذلك اجتماع في مايو مع قيادة القوات المشتركة بشأن الإعدادات الفنية لوقف إطلاق النار. ثانيا، على الأطراف أن تضمن التهدئة على المستوى الاقتصادي لمعالجة الأولويات الاقتصادية على المدى الطويل والمدى القريب. لابد من ضمان دفع رواتب الموظفين الحكوميين، ولابد من العدول عن السياسات الاقتصادية المعادلة التي تزيد من الانقسام، ولابد كذلك من زيادة الروابط فيما بين اليمنيين في الأماكن المختلفة بما في ذلك فتح الطرق والبناء على جهود لتوسيع النطاق أو زيادة إتاحة رحلات الطيران بما في ذلك الطيران الداخلي من وإلى مطار صنعاء. مكتبي في تواصل مستمر مع الجهات الفاعلة السياسية في اليمن ومع الشركات والمجتمع المدني وجهات أخرى للتوصل إلى حلول مستدامة. ثالثا، لابد للأطراف أن تحرز تقدما بشأن الاتفاق على طريق واضح نحو استئناف أو إعادة إطلاق العملية السياسية فيما بين الأطراف اليمنية تحت قيادة الأمم المتحدة. هذه العمليات ينبغي أن تبدأ فورا لتعزيز المكاسب التي تحققت منذ الهدنة ولمنع التجزؤ ولتوصل إلى حلول مستدامة للتحديات الماثلة أمامنا. لابد لليمنيين أن يعالجوا المسألة الأساسية في صلب النزاع. على سبيل المثال، لابد أن نرى كيف ستسير المناقشات بشأن دفع رواتب الموظفين الحكوميين وربط ذلك بإدارة الدخل و شكل الدولة. اليمنيون فقط هم الذين يمكن أن يقرروا المسائل المتعلقة بالسيادة والحكومة الوطنية والمحلية وإدارة المداخيل والترتيبات الأمنية. العملية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة ستكون مملوكة لليمنيين وبقيادة يمنية، وستشمل الأولويات التي يحددها اليمنيون بما في ذلك النساء والرجال من جميع مناطق. أود أن أشير أن اليمنيين لديهم القدرة على التفاوض، هناك تاريخ طويل وثري من الحوار والابتكار والتوصل إلى حلول وسط بما في ذلك على المستوى الوطني. على المستوى المحلي، اليمنيون كل يوم يثبتوا أنهم متضامنين وقادرين على حل المشاكل، فهم يفتحون الطرق ويطلقون سراح المحتجزين ويتفاوضون بالرغم من القيود المفروض على الحركة. في بعض المحافظات عززت السلطات المحلية من تقديم الخدمات بالرغم من التحديات. في محافظات أخرى يعزز القطاع الخاص إمكانيات تقديم الرعاية الصحية والتعليم. علينا أن نبني على هذه الجهود. سيدتي الرئيسة، كل عضو في المجلس له نفوذ، وأطلب منكم جميعا أن تستغلوا هذا النفوذ لوقف الأعمال التصعيدية وللعمل على طول المسار الذي حددته. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.